أفسد الهجوم المصري المباغت مراسم الحفل الذي كان من المقرر أن يعقد لمندلر مساء الأحد 7 أكتوبر تشرين الأول عام 1973 احتفالاً بترقيته من منصبه الذي كان قائد للقوات المدرعة للجيش الإسرائيلي في سيناء، ليتولى منصباً أكبر وهو القائد العام للقوات المدرعة للجيش الإسرائيلي خلفاً للجنرال أدان. طوال الأيام التالية للحرب كان مندلر المحبط الذي توقفت أحلامه مؤقتاً يتدبر محاولات تعويض خسائره الفادحة في سلاح المدرعات على طول جبهة سيناء، ولم يكن يظن أن خطأً سيرتكبه سوف يوقعه في فخ سيدفع حياته ثمناً له.